بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام مشاهدين شبكة الفارس العالمي الإعلامية تعود إليكم شبكة الفارس العالمي من جديد في تغطياتها ورصدها لجميع الأحداث التي تمر في حواري المنطقة الشرقية بشكل عام ومدينة الدمام بشكل خاص طرحت شبكة الفارس العالمي في الفترة الأخيرة خدمة جديدة تبحث من خلالها لدعم الفرق وتطوير الحواري في الدمام مشاهدينا الكرام نتواجد اليوم في تمرين فريق الم بمدينة الدمام ومعي في هذه اللحظات قائد هذه الكتيبة الملكية ومدرب هذا الفريق الكابتن والأستاذ إبراهيم تميم نرحب فيك أستاذ إبراهيم تميم عبر شبكة الفارس العالمي بسم الله الرحمن الرحيم يا هلا ومرحبا فيكم طبعا باسمي باسم فريق الملكي أحب أرحب الشبكة وباذن الله باذن الله ان الشبكه جايه هنا على اساس انها تطور من الفرق كناحيه اعلاميه وباذن الله احنا راح نستفيد من الشبكه بقدر الامكان ومثل ما برضو الشبكه ما راح تستفيد احنا راح نستفيد واهم شيء اهم شيء مصلحه الفرق في حوري الدمام يعني الفكره حقت الشبكه العالميه فكرة مرة ممتازة حنا جالسين الفرق قاعدة تشتغل على وبرضو وبرضه محتاجة لدعم إعلامي وحنا الشيء هذا يعني كنا حريصين عليه وعلى أساس كذا حنا كنا من الفرق السباقة وباذن الله باذن الله ان احنا نحاول بقدر الامكان نستفيد من التغطيه من التغطيات الاعلاميه خصوصا انها عامل اساسي نجاح كل كل فريق يبغى انه مثلا يطور من نفسه او انه يوصل لابعد شريحه من المجتمع في 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 الدمام كبتن تقريبا كابتن إيه. ابراهيم تميم كابتن ابراهيم يعني بعد المستويات اللي قدمها فريق الملكي في البطولات السابقه اصبح يملك شريحه جماهيريه، الشريحه الجماهيريه هذه تحب انها تطلع على اخر اخبار الفريق. فعلى كذا احنا يعني تواجدنا على اساس ان نكون حلقه توصل بينكم وبين جمهوركم اخر او يعني المستجدات في استعداداتكم للموسم الجديد طبعا الفريق الملكي وصل مثلا مرحله مثلا انت مثل ما قلت ان مثلا كسبنا فيها جمهور وكسبنا فيها يعني شغلات كثيره صحيح ممكن ما حققنا الاهم مثلا مثلا بطوله او حاجه زي كذا بس انه شيء يحسب طبعا للفريق الملكي انه يكون شريحه من الجمهور او شريحه من الناس المتابعه له خلال فترة بسيطة من بطولة أو بطولتين استعداد الفريق الملكي طبعا تعودنا في الفريق الملكي يمكن الملكي شارك في تقريبا ست أو سبع بطولات تعودنا أن الفريق الملكي يبدأ من النقطة اللي وصل لها مثلا في الدوره الفلانيه وصلنا لنقطه مثلا خمسين الدوره اللي بعدها حنا نكمل من الخمسين ما نرجع للصفر مره ثانيه طبعا الفريق الملكي في الموسم هذا جالس يستعد استعداد مره كويس جالسين برضو مستقبلين تقريبا حول عشر لعيبه جدد في الفريق قاعدين نوفر مباريات وديه على اساس ان مثلا الشغل هذا كله على اساس أنه مثلا في في بعض الفرق انها تستعد للبطوله لما تدري عن يعني في بطوله بعد شهر تستعد من 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 الشهر هذا. فالفريق الملكي لا ثقله تماما وخصوصا واوجه رساله برضو للجمهور ان الفريق الملكي مستعد لاي بطوله مهما كان وقتها. لان الفريق الملكي دوم في حاله استعداد وحاله استنفار. لانه احنا مثل ما تقول نمتلك خامات من اللعيبه كويسه ما تحتاج شغل كثير ما تحتاج ان مثلا وقت ان مثلا لازم استعد فيه مثلا في بطوله بعد اسبوع اسبوعين لا لازم استعد شهر او حاجه زي كذا الفريق الملكي دوم مستعد لاي بطوله نوعيه اللعيبه اللي عندنا تتقبل الشيء هذا والحمد لله احنا جاهزين ومستعدين لاي بطوله ان شاء الله حتى لو بكره ما عندنا اي مشكله. كابتن ابراهيم عندكم اصابات؟ طبعا الاصابات هذه شوي مسببه لنا قلق. طبعا في تقريبا قبل اسبوع او اسبوعين كان في حوالي اربعه خمسه لعيبه مصابين. كان زي مثلا سليمان البقعاوي زي مثلا ضيف عندنا لاعب اسمه محمد الشهري طبعا الاغلبيه كلهم تشافوا والحمد لله وموجودين في التمرين كابتن سليمان كابتن ضيف ممكن بس الاصابه الوحيده اللي للحين يعني او انها مطوله اللي هو كابتن محمد الشهري وجود كسر مضاعف في الساق نتمنى له ان شاء الله وطبعاً سوى العمليه هو واموره الحمد لله طيبه. ان شاء الله نتمنى له بس الشفاء العاجل ويرجع ان شاء الله للملكي باقرب فرصه. كابتن ابراهيم في مشاركه قريبه قاعدين تستعدون لها؟ احنا مثل ما قلت لك انا من قبل ان احنا جاهزين لاي مشاركه. المشكله ان ممكن هذه مشكله إن قاعدين نعاني منها كفريق. ان الحين ما في شيء محدد او ما في شيء واضح قدامنا كدوري مثلا او بطوله للحين ما في شيء يعني مثبت فاحنا على اساس كذا احنا نقول مثلا احنا جاهزين متى ما في اخبار متى ما وصلنا كلام ان في دوري راح نكون جاهزين وعلى طول راح نشارك فيه باذن الله اقوى مشاركه شاركتوا فيها في الموسم الماضي طبعا هي مشاركتين مشاركه طبعا في دوري الجبال اللي هو دوري التوعيه للجاليات الاسلاميه طبعا الملكي وصل فيها الدور الاربعه والمشاركه الثانيه اللي هي دوره الزهور اللي هي دوره الاستاذ عادل الغامدي ممكن تركيزنا كان في الدوره حقت دوري حقت الاستاذ عادل الغامدي لان نحتاج مثل ما قلت من قبل شريحه جمهور هكذا انتهت تغطيتنا مشاهدينا الكرام لاول تجارب شبكه الفارس العالمي العالميه الاعلاميه في دعمها لفرق مدينه الدمام بشكل خاص والمنطقه الشرقيه بشكل عام تواجدنا اليوم في تمرين فريق الملكي وباذن الله سنتواجد وسنستمر في دعم الفرق في مدينه الدمام وفي المنطقه الشرقيه انتظرونا